ابن قيم الجوزية هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، الإمام الحافظ الفقيه، المجتهد شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. من مصنفاته زاد المعاد في هدي خير العباد، ومدارج السالكين، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وبدائع الفوائد، وغيرها من المصنفات الكثيرة النافعة. توفي رحمه الله سنة 51 من الهجرة.